كويدات ديالي، صباح النار وصباح الربح وصباح التيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ كلشي هاني؟ كلشي بخير؟ نتمنى الكويدات ديالي تكونوا في ظروف جيده وفي صحه جيده وفي احوال جيده. كما كتقول لكم ايمان، الله يرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه يا رب العرش العظيم. اليوم الكويدات راني حادقه، راني فايقه بكري وجايه لواحد القهوه نشم شويه الهواء النقي ونفطر. ايوا ونفطر اخيتي ونشرب قهوه ترد ليا مجاجي. ايوا من بعد الكويدات ديالي عاد غنشد الطريق، غندير مفاجاه لنادا، ما بغيتش نقولها ليها. قلت انا غنشد الطريق، غنمشي انا ونادا وخالتها. قالت لك خالتها والو، دوزي عليا نمشي نبارك البنت اختي، نبارك ليها. قلت ليها سير على الله. ايوا دابا الكويدات ديالي نشارك معكم هذا الفطور المتواضع. انا غنبدا بالبلبوله، الكويدات هي الاولى، هانتوما خليكم معايا. الكويدات ديالي انا شاركت معكم هذا الفطور في هذه البلاصه الزينه الغزاله المتواضعه، بلاصه فنيونه والله القسمي. ما خرجني انا غير هذا الهواء الزوين وهذه الطبيعه هذه، هذا الورود. شوفوا شوفوا الكويدات ديالي، ايوا وهذا الفطير هذا. هانتوما نسيمن وحريشه الزرع وحريشه عاديه، وراكم عارفين الجبن وداكشي داكشي وبالبوله الشعير بالحليب. ايوا اختي انا غنبدا بهادي وغنشرب قهوه ونبدا بهذا الشيء. تبارك الله، اللهم زيد وبارك. وعاد نشرب هذا الكويز ديال الليمون وخليكم معايا. واحد صحاباتي راه شحال كيقتلوا بالضحك الصراحه. راه خويا شكرا، الله يحفظك، الله يعطيك الصحه. كانوا صابوا لي الكويدات ديالي قهوه قاصحه، وانا ما تنقدرش الصراحه على قهوه قاصحه، كتعجبني خفيفه. الله، ايوا قلت لكم الكويدات ديالي. نبدا يا اختي نفطر وعاد نشرب قهوه نرجع مجاجي. ايوا ونستمتع بهذا الهواء. عاد قلت لكم غندير مفاجاه لنادا، غنمشي عندها والله القسم غتفرح. ندى ما بغيت كاع نقول لها انا جايه عندك انا وخالتك. قالت لك خالتها والو، دوزي عليا نمشيو. بسم الله، اجيو الكبيدات ديالي تفطروا مع حريوده. بسم الله. واحد صحاباتي راه شحال كيقتلوا بالضحك الصراحه. راه خويا شكرا، الله يحفظك، الله يعطيك الصحه. كانوا صابوا لي الكبيدات ديالي قهوه قاصحه، وانا ما تنقدرش الصراحه على قهوه قاصحه، كتعجبني خفيفه. الله، ايوا قلت لكم الكبيدات ديالي. نبدا يا اختي نفطر وعاد نشرب قهوه نرجع مجاجي. ايوا ونستمتع بهذا الهواء. عاد قلت لكم غندير مفاجاه لنادا، غنمشي عندها والله القسم غتفرح. ندى ما بغيت كاع نقول لها انا جايه عندك انا وخالتك. قالت لك خالتها والو، دوزي عليا نمشيو. بسم الله، اجيو الكبيدات ديالي تفطروا مع حريوده. بسم الله. الناس ولاو كتنقص من السكر والملحه، قال والو غير وشك الا ما داروا السكر يديروا الطانسيو امسيو. بسم الله. فين هي؟ مهما لاباس عليك؟ كديرة بلاتي بلاتي بلاتي، نزيد الصوت، نزيد الصوت يسمعوك المتتبعين ديالي. كديرة لاباس عليك؟ لاباس، الله يبارك فيك. كديرة انتيا بالصحة والراحة فطورك؟ الله يعطيك الصحة. جيتينا معاك، جيتينا معاك بهذا الفطور كتعجبيني بهذاك التزوين. ايوا كويدة كون جيتي تفطري معايا. الحمد لله على ندى، الله يكمل عليها بالخير.
حنا فرحانين ليها بزاف، فرحنا ليها مسكينه بزاف، الله يسهل عليها. الله يحفظك، الله يحفظك اكبي دالي، الله يخطيك، الله يسلمك ويجزيك، الله يحفظك. راكي عزيزه بزاف بزاف، كتعجبيني بهذا الشيء كيشدني. ايه شتي الزين ديالي، الله يحفظك، الله يخطيك. ايوا تاع راه كنديرها كنديرها. ايوا هاد المره غنجيبك معايا تفطري ان شاء الله. حنا معروفين بالبلبوله بالزيت البلديه والثومه. اي راه كنديرها حتى هي غير معها سخون الحال، الثومه ما غتصلحش فهاد السخونيه. الله يحفظك. ايوا الكبيدات ديالي خليت لكم الراحه هاد الساعه على ما الكبيدات ديالي. هاد الفيديو الكماله ديال الفيديو ديال الصباح، ملي قلت لكم راه مشيت وفطرت وبدلت الجو مع صحاباتي ومع الناس اللي عزازين عليا، قلت لكم راه خالت نادا قالت لي والو دوزي عليا باش نمشيو لكازا، نمشيو لكازا. قال لك تبارك النادا قالت لك والو ديني معاك يا ودي. جلسي حتى المره لا والو، قالت لك ديني عند النادا. ايوا دابا يا خوتي، دابا انا وخالت نادا دايرين لنادا مفاجاه، غاديين عندها بلا ما نقولها ليها بلا ما والو، حتى نوصلوا عندها. شوف هاد دايره واحد اللعيبه هنا، الساعه مره تشد مره ما تشد. ايوا قلت لكم اخوتي خليت برد عليا الحال، عاد غنمشيو نشربوا شي كويس داتاي في الطريق، ناكلوا شي تويشيات، راكم عارفين الحريوده داير سبحان الله العظيم بحالي بحال طونوبيلتي، دايما خصني المازوط باش نولي بنادم. ايوا نمشيو سيدي نديرو مفاجاه لندى، ونمشيو نضحكو معاها شويه وندردشو معاها شويه ونباركو ليها. الله يدخل علينا هذاك البيبي ولا ديك البيبيه بالصحه والرزق والهنا والتيسير. ايوا خليكم معايا وتحياتي ليكم، باي باي. كبيده ديالي راه بديت الفيديو. احنا جينا اخوتي للكاموني، كما قلت لكم انا دايره بحالي بحال طونوبيلتي، خاصني المازوط عاد باش نتحرك. ايوا نديرو اخوتي واحد شويه ديال النعناع، عارف انا ديال نديرو كامل ولا راشو؟ لا لا ديري كامل. وعندك يجينا حار. حطي النعناع ما حرر والو. راه ديك المره راه جاني حار ما فيه مي. مع مسوح. ندير الكسكس. انا ما بغيتش. ها؟ نديرو كامل. انت اصلا ما كتبغي نعناع؟ كنقوي ايه. اه. ندير تقوله؟ لا خصني ندير تقوله. عمري نعاود نتشمس معاك. الكبيدات ديالي نشربوا اخوتي هذا الكويس. ناديه عندك ما تقولي للناس اللي كتسول، والله الا مره مره كيسولوا فيك بلا قصه. ايوا تيقولوا لك الناس حريوده فين اختك ناديه؟ صبر لكم الخير. تعرفوا سميتك؟ اه الدار اختي وراتي اليومي والدراري. الله الا الدراري والمدرسه وسير من هنا. العطلة هادي قلت عندي اختي ايمان حريوده. اه رايحين عليها غنمشيو للدار البيضاء عند نادا نباركو ليها ونشوفوها وحطها. هي داك الشيء النيت اللي كاين نديرو وليتي لي؟ انا بديت نعرفو غنقطع كويدات. ايوا الكويدات اجي راه طلق لينا هاد النعينع، اجي ندير واحد الكاس. هي العام كامل كاس رب المجاج كاس رب المجاج. نادية نادية انت المقلدة من ايمتى وانا تنقول عصير قعد القلب وكسير الدجاج؟ يعني نادي قالوا لي يا خوتي هذا تقعد القلب ما بغا يتقعد. كنقول لها ما انا تنقول لها انت القلب ما بغا يتقعد والدجاج ما بغا يطرد. الصينية مرض الدجاج. الصينية وصوينية هذا ما عليا. الصينية وصوينية هذا ما عليا. تعجبكم اختي الحريوده دائما الطاقه الايجابيه، انا نوصي العيالات على الطاقه السلبيه حيت غتخرجوا على راسكم اقسم بالله. تكمشوا وتجلدوا وكل شيء، اللهم الطاقه الطاقه الايجابيه. هاك اختي هاك الكويس مرحبا. جبت معايا تا ادم ولد اختي ادم، قول للناس لاباس عليكم. لاباس عليكم. اجي نشوفوك صحابك في اليوتيوب. يلاه اجي. تيقول لك تيقول اش تقول لصحابك؟ تقول لك تيقول اش تقول لصحابك؟ تقول لهم خالتي شنو هي؟ اش تقول لهم خالتي؟ مشوار. اجي بان بان ادم بان يشوفوك. قول لهم السلام لاباس عليكم. سلام.
نخويك اتاي ولا مناضه بغيتي؟ مناضه صافي. ايوا الكبيده ديالي لا اختي انا ما ندير حتى طوبه، بغيتي ديري انت هي ديري. منين قلتيني ديك النهار ما بقيتش انت اكثر. ايوا ها عاودي عاودي اليوم انا دير داك البلا اللي درتي ليا على البراد. كتلاقى على المبارد من الثلاجه حري ودار النزقه. ما كتشربش الماء من الثلاجه والله اخوتي، انا ما كنديرش الماء من الثلاجه. كنشربوش ايوا نبرد زوين زوين. بغيتي ندير لك السكر هاكي قلتي اش تقول لصحابك؟ تقول لهم خالتي شنو هي؟ شنو تقول لهم خالتي؟ قول لهم السلام. لاباس عليك؟ نخوي لك اتاي ولا مناضه بغيتي؟ مناضه صافي. ايوا الكبيده ديالي لا اختي انا ما ندير حتى طوبه، بغيتي ديري انت هي ديري. منين قلتيني ديك النهار ما بقيتش انت اكثر. ايوا ها عاودي عاودي اليوم انا دير داك البلا اللي درتي ليا على البراد. كتلاقى على المبارد من الثلاجه حري ودار النزقه. ما كتشربش الماء من الثلاجه والله اخوتي، انا ما كنديرش الماء من الثلاجه. كنشربوش ايوا نبرد زوين زوين. بغيتي ندير لك السكر هاكي ماشي على قلق لا يجع. ودابا ودابا شي من المرض شي من ايوا شويه طوش ليك هذاك الشيء اللي كاين. ايوا الحمد لله الحمد لله ما شفت راه باقي. ايوا داك الشيء منيت خليت انا كنت ثاني باش نديروا لهم شي فيديو في الدار. تحياتي لكم. او الكبيدات ديالي عرفتي كبيدات ما وصلت طولش من وقت جايه بشويه انا واختي وولدها عرفتو تعشينا في الكاموني وجايين بشويه علينا ما جينا طولش من وقت. ايوا حليت الباب كندير غيب شويه بشويه. ايوا تنعيط انا هذا نادى تلقيت غير ربي والرحمه. عيطت نادى في التليفون الو نادى فينك؟ قالت لي ماما راني في اكادير. اويلي قلت لها وصلتي لاكادير؟ قالت لك ماما واش ما ستي ستوريات؟ قلت لها النهار كامل وانا خارجه. فوقت رشت انا كبيدات مشيت للقهوه فطرت مع البنات صحاباتي جيت عندي شي شغل قضيته. من بعد جمعت الحوايج ديالي دزت عند اختي تعاودنا شويه والله القسم تلهيت من هنا من هنا ما دخلتش كاع الانستغرام. وهي صونات عليا قالت لي ماما لاباس بخير صحه مزيان؟ قلت لها لاباس اللهم لك الحمد. صافي ايوا تا جيت الكبيدات لقيت شوف المنكوشه لقيت كلشي مسدود. تا قالت لك ماما راني مشيت لاكادير عندي شي خدمه وراني معروضه. ايوا قلت لها راه جينا لك انا وخالتك. قال لك نباركوا لك تبارك لك خالتك نقول لك مبروك عليك. ايوا صافي وماشي مشكله كبيدات ديالي دابا راه عرفتو دقدقت غنرتاح شويه نوض نتودا نصلي نشحر ليا واحد البريريد ضروري انا من البراد واخا شربتو في القهوه عاوتاني غنعاود نشحر ليا واحد البريريد صافي ندير التلفازه ونطيح نرقد حتى لغدا ان شاء الله. ايوا تحياتي لكم اخوتي وتنحمق عليكم وخرجت المفاجاه فالصه. حتى لغدا ان شاء الله كبيدات ونديرو ابيل انا وناديه اواو انا ونادى. ايوا قالو قالت لي ماما راه عندي شي خدمه وراني معروضه. قلت لها الله يسخر. ايوا تحياتي لكم الكبيدات ديالي. بعدا جيت لقيت الدار ندى مجموع اخوتي هذاك راه حنا اللي حطيناهم الصاك والجلابه تما ديال اختي حنا اللي حطيناهم. ايوا تحياتي لكم الكبيدات ديالي وتصبحوا على خير وتلغدا ان شاء الله باذن الله.